مساء الخير عليكم أصدقائي، رمضان كريم وحلقة جديدة من برنامج قد بجيبك. مثل ما قلنا البارحة، فكرة البرنامج هي أنه أنت قد بجيبك. إذا يطلع بجيبك مثلا 30,000، راح أخليك تجمع من أصدقائك اللي يمك أو تداين من عندهم 30,000 الثانية، راح أربحك بقدهم. مثلا صار عندك 60، راح أعطيك آني 60، لكن بشرط أنه تجاوب على الأسئلة اللي أسألك إياها. تعالوا أنا حتى تعرفون التفاصيل أكثر. شلون يا غاتي؟ من كلمة غاتي يا ابوي يعطيك العافية. انت بالمخضر مو؟ ان شاء الله. حج ايش قد بجيبك ذاك؟ ما عندي ولا فلس. ماكو شنو؟ نريد نلعب عليه. ماكو والله دعك. ماكو؟ بس تفوق بهواية. ماكو من بينك قليل. قد؟ ذني. ذني؟ اي والله. شوف الله طلع لي احسب لي انا ايش قد. حج ايش عجب ذني؟ والله ما عندنا. ما بايع اليوم؟ لا ما طالع. ما طالع ما بايع؟ ما بايعنا تسجيل. دقيقة خليني ادخل يمك. التجيب؟ التجيب؟ اي والله. شلون الشغل؟ الحمد لله زين. الحمد لله زين. يعني قد تطلع يوميه تقريبا؟ القاسم الله تصرف البيت. مثل ايش؟ 20 25. الحمد لله. طلع لي ذني اللي بجيبك. ذني؟ خلي نحسبهن. ايش قد؟ 3000 دينار. 3000 دينار؟ ايه. اذا سويت لي اياهن هسه خلال دقيقتين اريدك تسوي لي اياهن 25. نزلت 25. من اي احد يمك؟ تتداين من احد؟ ايه. تكلم لي من كم شخص؟ انا عندي فلوس. ايش قد عندك؟ عندي من وراء ذاك تجيب من وراء. من وراء. السلام عليكم. شلونك حج؟ الحمد لله. شخبارك؟ رمضان كريم عليك مقدما. اشكرك. شغله عجيبه. حجي ايش قد بجيبك هذا؟ دوس؟ اي 6000. سلام. طلع لي اياهن. 6000 هسه انت عندك بجيبك، وهاي المره من انطتك ايش قد صارن؟ هن كلهن كانوا 6000. اريدك تسوي لي اياهن. الغرام تعال. سوي لي اياهن 30,000. شلون حطينا؟ اي اي جمع لي من اي احد هنا موجود حتى انطيك قد 30,000. متفقين؟ هسه جمع لي شلون؟ جمع لي انا ايش قد ما يعني اذا تجمع لي 30 انطيك 30، جمع لي 40 انطيك 40. متفقين؟ تقدر؟ اي ام احمد وين خل تساعدك ام احمد. روح عليها خلي تساعدك ام احمد. تعطيني خرده يعني؟ لا بكيفك بس اخذ المايك. ام احمد وين راسك؟ خل نشوفك. ما تريدي تصوري سميت؟ ام احمد تشتغل وراك الكاميرا. شو قناه؟ اوكي احنا قناه المدى. بعد هسه هاي 25. من يسوي لي اياهم 30؟ لازم انت تجمع حجي. تحرك روح اطلع من هنا. جيبي هات شيل المايك. لا مو بس من عندها، من غيرها احنا نريد. ام احمد يلا حجي عندك شيء. خذ هذا واشتغل به. هاي 50. هاي 30,000. اوكي صار 30,000. راح اسالك سؤال. كل سؤال ب 10,000. يلا. اوكي هذني صار 30,000. كل سؤال ب 10,000. عندك 20 موزه. ايه. خلي هذا يمك. 20 موزه. 20 موزه. 10 من عندهن. النص من عندهن مقشر، النص من عندهن ما مقشر، ايش قد يطلعن؟ هن 20 موزه، نص مقشر ونص ما مقشر، ايش قد؟ 20 وربحت بهذا السؤال، اوكي. ليش نشرب الشاي؟ بس قرب الماي. ليش نشرب الشاي؟ ايه. حتى نفوخ الدماغ. لا. الشاي ليش يشرب؟ على مود الراس. لا اكو حل ثاني غير الشاي؟ لا حليب؟ اكو شيء اذا ما نشرب شو نسوي له؟ نقدر نسوي له غير شيء؟ الماي. لا اوكي خسرت هذا السؤال. اكو شيء عنده راسين وثمان اقدام، يعني ثمانية رجلين وراسين، شنو هو؟ البطل الاخضر. راسين؟ اي انت لازم تساعدوه حتى يربح لين حي. راسين؟ لا لا. راسين؟
راسين وثمان اقدام. يمشي هو يمشي. حجي لازم يسأل. زين زين، منو لحن اغنية ام كلثوم الاطلال؟ صنباط نزار صنباطي. لا محمد القصبشي. لا زين القصبشي لحظة وكوي عبد الوهاب محمد. دا احسب لك اني عبد الوهاب محمد. دقيقة عبد الوهاب محمد. اوكي زين مزبوط. هذا السؤالين صارن عندك صحيح. ذن صارن عندك اثنين، بعد واحد اريدك تجاوبني عليه. الموز الشاي ليش نشربه؟ من البرنامج؟ ها؟ الشاي نرجع على الشاي، اسهل وحده ما الشاي. ايه ايه ليش نشرب؟ ما نقدر ناكل اذا مو شاي. لا الشاي ليش نشربه؟ لان شنو؟ يعني هذا ينأكل الشاي ينأكل؟ لا زين ليش لعد نشربه؟ ها مثل المي لان ينشرب بالضبط. مبروك عليك ربحت ويانا. هاي كاميرا خفية؟ لا صحيح ربحت ويانا. تفضل حجي هاي 30,000 ورمضان كريم. شو اشتاقيت المدى؟ يا قناة احنا قناة المدى؟ يا حياة ان شاء الله. ايش تحب تقول قناة المدى بشهر رمضان؟ والله احب اهني العالم كله وان شاء الله رمضان مبروك على الجميع ويعم الخير. يلا الكل يسمع صفقة من عندكم، الكل يصفق. السلام عليكم، شلونك حجي؟ هاي شنو؟ هاي بالوته مال قبل. بالوته مال قبل. مال قبل نعم. زين ليش اختاريت انه تبيع شغله مال قبل قديمه؟ والله طبعا هذا مثل ما يقول اصلنا وفصلنا. اصلنا؟ وفصلنا، هذا الكار يعني مال قبل مالنا. مال اجدادنا. حبيت انت تذكر الناس بها وتعيدها. نعم وتعيدة. نعم هاي كل ما هذا. نعم. زين شنو معنى كلمه بالوته؟ بالوته هي كلمه مثل ما تقولي قديمه. اي. هي اسمها يعني من مشتقات الكاستر ومحلبي. فهم يسموها بالوته يعني هي ماشيه من زمان. ماشيه بالوته يعني نعم ما لها معنى؟ اسمها بالوته نعم. اوكي بس ما تعرف شنو معناها بالضبط؟ معناها لا هي اسم يعني كل من ما لها اسم. زين طعمها شنو؟ طعمها مثل ما تقولين هذا حليب؟ هذا لا هذا نشي وكاستر. نفس الكاستر. اوكي. وشكر. نفس المحلبي. نفس المحلبي ونفس الكاستر. يعني حلا. حلا نعم. حلا اوكي. شلون مثل ما تاكلين كاستر. اوكي هسه انت شرحت لي هواية. نعم. شرحت لي هواية بما ان انت تذكر الناس بها وهي زين. قديمة. هسه انت ربحت 10,000. قليلة 10,000. حتى نسويهن هواية. زين. ايش تابعت برمضان القديم؟ تابعت مسلسل ابو وردة. ابو وردة أيه. هذا رمضان فات اللي راح. اي اوكي يا شخصيه حبيت بها ابوري من يتعارك هو وعلو. اها زين تقدر تمثل لي اي شخصيه من بهذا المسلسل من اللي شفته؟ هذا ما علو. أيه؟ علو يقول العب لك انزل ابوري انزل يوم لا مامتك انا اتزوجها انا احبها هذا قاعد يزله قلت له توصل خو وتعاركوا. لا ما اريدك تحكي لي بس الحوار، تسوي لي مشهد هسه هنا. شو؟ واذا تريد انا امثل وياك. ايه. تسوي لي مشهد هنا. انت اكثر مني، انت عبوري. انا عبوري. واني علاو. اوكي. ايه. لزمت العبوري. ايه. ومرغلته ونتوقه وتحرجت وياه. لا جيب لك ولد لعد من ذا غرمتي. يلا تعال. هو راح يطلع عبوري. هذا عبوري. هذا عبوري، ايش سوالف؟ ايه. ما قومته ونومته من جاره وتحرجنا اليوم، اليوم اعلمك قلت له عبوري. اليوم اعلمك. اوكي. انت ربحت بهذا المشهد صار عندك 20,000. زين زين عندي سؤال لك اذا راح تجاوبني عليه حيصيرين 30,000. زين مضبوط مضبوط. السؤال يقول لا ما بي مساعده. السؤال يقول البيضه اذا وقعت بالنهار شو يصير بها؟ البيضه اذا لا اسمع البيضه اذا وقعت بالنهار شو يصير بها؟ تنسلق. لا 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 هي لو تطوف لو تنكسر. انا اقول الطوف. اوكي ما ربحت هذا انت السؤال، ربحت لي انا بس 20,000. زين مبروك عليك. اشكرك. شو راح تسوي بهم ذني؟ والله راح اكملهم واسوي قواتين للبيت. راح تكملهم؟ خلي احنا نحاول نكمل لك اياهم. الله كريم. اكو شيء يحكي كل اللغات. زين. شنو هو؟ كل اللغات؟ يحكي الراديو. لا. هو لو الراديو ولا احتمال الببغاء. لا لا. لا اسمع اسمع احكي كل اللغات. كل اللغات؟ ايه
كتاب؟ لا. قلم؟ القلم؟ لا. يحكيهن؟ يحكيهن؟ ايه يطلع منه صوت. اللسان؟ لا. اللسان؟ لا. هو اللسان. اوكي ما ربحت يعني بهذا السؤال. لا. خسرت ويانا بهذا السؤال بس انت ربحت ال20,000 مبروك عليك. اوكي شو تحب تقول شهر رمضان قناة المدار؟ ان شاء الله الله يدوم علينا وعلى امة محمد. هذه كاميرتك؟ على امة محمد بالخير والعافية ان شاء الله والعالم ان شاء الله تعيش ان شاء الله الله يسهل امورها ان شاء الله. الله يوفقك آمين ان شاء الله. يا رب العالمين. يلا مبروك عليك هذه ال20,000 تفضل. شكرا جزيلا لك. اشكرك رحم الله والديك. هنا حجيدة تسوق خلي نروح عليها ونشوفها مستوقة اليوم لو لا. السلام عليكم شلونك حجيد تخبر حجيد ايش تسوقين؟ والله عنب وبقال. زين اريد تندارين على الكاميرا وياي. زين بش قد ناوية اليوم تسوقين؟ عيشي 15 ايش قد عندك؟ عندي بس 50. لا منين تجيبين 15 20؟ اخذ دين انا من عندي. ها دين. زين حجين هذه الخمسة عندي سؤال راح أسألك إياه إذا جاوبتيني عليه حتى إحنا نتسوق. والخمسة سويت كم؟ 25. والخمسة سويت كم؟ 25. حجين خليني أسوق لك بالبداية زين وبعدين نسألك السؤال بس المسواق حتى تحصلين عليه. أوكي تيجي تسوقين تيجي تسوقين تيجي تسوقين هذا هاي بالتختي هاي بالتختي عيني شخص خليت لها بامية وعنب طماطة كيلو بتيتا كيلو الحمد لله العافية عليكم وانا رمضان رب كريم عليكم ان شاء الله الله يعطيكم العافية والصحة والعافية وينطيك لك ان شاء الله الصحة والعافية والاهل ان شاء الله. شلونك حجيه؟ يا الله حجيه ايش قد عندك؟ تعي امي تندارين من هنا على الكاميرا ايش قد شايله حجيه؟ والله شايله 5,000؟ يوم كلها على 5,000. حجيه راح اسالك سؤال اذا جاوبتيني عليه راح تربحين ويانا. تقدرين تسوين هاي الخمسه بالبدايه تسوي 25؟ ان شاء الله حتى نعطيك بقدها سوي كم 25؟ اسوي 25؟ اي سوي جمعي لي من هنا بالبدايه 25. ربع منو عنده ينطيها 25 تداينين؟ حتى اذا تداين منها بالخضره الورات روحي لهم حج الزمي المايك الزمي المايك وروحي لهم خلي نروح نشوف تاخذ 25 جمعين. ما يخالف تسوي مو 25 طيب بس 10 انت عندك دقيقتين لازم تجمعين بين ذني ال 25 انت ايش قد تنطيها حجي؟ 10 بعد 5 هاي 10 بعد 5 اوكي هاي صارت 25 ايش قد عندك؟ 25 تفضلي صارت 25 راح اسالك سؤال اذا جاوبتيني علي حتى تسوي كان 25 اكو شيء يحكي كل اللغات انا اعرف اللغلغ حتى انا اعرف لا انت ايش قلتي؟ معلم والله انا اعرف معلم اكو شيء عنده راسين وثمان ارجل حي 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 وراسين لا خلوها تفكر خلوها تفكر خلوها تفكر رجعوا ما يصير زين هنا هنا اي لا ها لا عزرب العزرب ها اخذوها اخذوا ها هسه ما ادري منو قالها منا لا اي شنو قولي لها الها صح مبروك عليك فزت ويانا شكرا لك لان ساعدتيها شو تحبي تقولي قناة المدى بشهر رمضان مبارك؟ الله كل سنة وكل عام ان شاء الله رمضان خير ومبارك ان شاء الله على أمة محمد وان شاء الله كل سنة واحنا مجموعين وملمومين ويا القرايب ويا الاهل ان شاء الله حجية اوكي هذه ال 25 تقدرين تتسوقين بها او قلتي اريد اخذها لاختي مريضة والله العظيم ان شاء الله يعطيك الصحة والسلامة لك ولها ان شاء الله شكرا جزيلا لك حجية.
نروح اشوف ذيك الحجيه واقفه بالباب. تعال وياي تعال يلا امان تعال. شلونك حجيه؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. لا حجيه على كيفك بعدنا. شلونك حجيه؟ انا وعيني. ذولا شو صاروا ما عندك الاطفال؟ لا ولدي ابني ابوهم مي راح مات الشيخ الله يرحمه. حجيه حجيه ايش قد شايله بجيبك؟ والله خلنا نشوف حتى نلعب عليهن. يلا اي خلنا نشوف الشايله ايش قد بجيبي. والله فزني يا عيني. ايش قد ذني ايش قد؟ والله ما ادري. شوفي 10000 الازمي. اها الازمي هذا فيديو. حجيه اريد الحين تجمعي لي بجد ذني تسوي لها 30000. من ما عندي والله. من انا من عندي نطيها للحجيه ذني صديقاتك؟ جوارينهم ساعدوها انطوها 3 سووا بعد 20 اريد من عندكم. روحي انت خذي من عندهم حجيه لمي. ما تطلعون بس انطوها ناوشوها ناوشوها. وين بيتكم حجيه؟ والله جو الجسم ما صرف فيا يا عمي. العقارب نفسي. اي جيبوا لي 20000 حتى اذا باع. عندها دقيقتين تخسر اذا ما تنطوه اياها هسه. انطيني. هاي 10 وهاي 10 ذني صارن 30000. حجيه ايش شفتي برمضان القديم؟ القديم شفتي؟ رمضان الفات. العام الفات شفتي؟ خير وبركة. لا بالتلفزيون شفتي؟ اشكال مسرحيات ما تابعاني. ما يخالف شو متابعه؟ والله لا متابعه ولا ما يصير حتى لازم متابعه حتى تروحين. ما ادري ما متابعه. متابعه حجي متولي. حجي متولي؟ ايه. يا هي اللي حبيتيها من نسوانك؟ هاي يا مال هاي الحلوه البيضه كلش الطويله. ايه. غاده عبد الرازق. اها غاده عبد الرازق. زين وصلي ثاني. ايه. اوكي ايه. اريدك تمثلي لي شخصيتها. شو تسوي؟ لازم تمثلين. واني نمثل هالشيء. يلا تفضل. يلا تمثلي الغادة. شو اقول لك؟ اقول لك اي شيء تعرفي الغادة؟ يعني تحكي المصري تقدرين؟ لا ما اعرف. لا زين شلون؟ لا شلون؟ انا بعرف مصري. شلونك عيني قلبي؟ لا مو هيك حجية. غادة شو تسوي غادة ويا حجي متولي؟ وتحكي غير حجي متولي. اي شيء زين امنطاها ما حافظت لها شيء؟ لا والله لا ما حافظت لها. اوكي. اها يلا. يا زيك يا حاجي متولي. قولي لي الكاميرا هاي كاميرتك. زيك يا حاجي متولي يا حبيبي. جسمك الغادة عبد الرازق. بعد اريد اكثر حجية. هي عندها ناب توتو هواية. شو تسوي بيه؟ تلعب بيه اللعب. اوكي. حاجي متولي. صح اوكي 10000. طقطق بيه. اوكي. بس هي طويلة بعد اطول. اي والله اطول حلوة. انت الاحلى. انت الحلوة انت الحلوة حجية. لا انت يا امي. اوكي هسه تصير ربحتي انا 10000. ايه. ايش اريد من عندك؟ اريدك تنطيني مجال فدوه. اريد من عندك هسه راح اسالك سؤال، اذا جاوبتيني عليهم راح تربحين 10. شنو الشيء اللي يحكي بكل اللغات؟ صدق. الصدق. ايش مدري الصدق؟ ما يسمع. لا حد يحكي الحيوانات. اها اوكي اوكي. زين السؤال الثاني بس انطي وجهك. اها السؤال الثاني هذول كلهم جيرانك ما شاء الله؟ اي خطيه والله. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. وعليك ان شاء الله. وياك معاي فيك ما شاء الله. اي لا والله يعطونك يسبحوني. الله ينطيك الصحه والعافيه ان شاء الله الك ولهم. الله يعطيها المرأة. الله ينطيك ان شاء الله. زين حجي السؤال الثاني شنو اطول الحيوانات؟ حية ديردولي يذبحوني. اوكي حجي يذبحوني حبيبي. اوكي حجي والله. اوكي تركو. اوكي تجيني تبيها. اوكي حجي شو تقولين لقناة المدى بشهر رمضان المبارك؟ ان شاء الله الخير والبركة لهم ويحفظ شبابهم ان شاء الله ويخليهم. حجي هسه انت ربحتي يعني 30000 مبروك عليك. يعني 30000 يلا الكل يصفق. الكل هاي 30000 شكرا. شو راح تسوين بهن؟ شو راح تسوين بهن؟ والله شريتها مهجور. السلام عليكم. قدوري زم المايك. يلا يلا انتوا انتظروا شوي. انتظروا باقي الدخل. وين الدخل؟ لا
يلا شلونك خدوري؟ رمضان كريم عليك، ان شاء الله صحه وسلامه. خدوري ليش دائما جت من عندنا؟ صار هسه باع ثلاث صيحه خدوري. شلونك خدوري؟ بيد بجيبك؟ جيبي؟ ايه طلع طلع، وينك مليون؟ طلع بيد بجيبك، بيد بجيبك. طلعت اياهم؟ ايه. ذني مليون مالاتك؟ اوكي. مالاتك ذني مليون؟ قدوري الدخل مالته هوايه مليون. وانا ابوك من حال حلو هذا مجيب. مالاتي؟ مالاتي؟ قدوري مع السلامة. هيجي؟ بعدين؟ حقعد هنا؟ اوكي؟ يلا. حاجة غريبة، يلا اعتبروني انه مشيت ما اعرف اسوق البايسكل، انتظروني باكر.